سكان، مركز الاشعه والتصوير الطبي اهلا وسهلا فيكم من جديد وهلا مع الدكتور بسيم القدومي استشاري الطب العام رح نحكي عن المراه الحامل والعنايه بنفسها فتره الحمل وايضا الاستعداد وقبل ان تنوي انها تحمل او تنجب فاهلا وسهلا فيك دكتور صباح اهلا بكم شكرا على الاستضافه نورتنا. واسمحوا لي بهذه المناسبه مرت علينا قبل ايام ذكرى عزيزه على قلوبنا الا وهي عيد ميلاد مولد سيدنا صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين امد الله في عمره فبهذه المناسبه نتقدم من جلالته باسماءات التهاني والتبريك وان شاء الله دائما يكون بصحه وخير وعافيه يا رب ان شاء الله ان شاء الله وكل يعني عام الجميع بالف خير أهلاً, اهلا وسهلا دكتور أهلا بيكم. بدايه بدنا نحكي ما هي الفحوصات اللي يجب أن المراه تقوم فيها اذا كانت متزوجه وتنوي انه تحمل نعم بالتاكيد آه الست المتزوجه والتي تنوي الحمل عليها مراجعه الطبيب للتاكد من آه اولا انه ما عندها مشاكل صحيه إيه انه دمها قوي او جيد إيه رقم اثنين مثلا وزنها ما يكونش ما يكونش عندها سمنه مفرطه اوكي لانه بالحمل بده يزيد وزنها من 10 ل 15 كيلوغرام فهذا رح ياثر عليها وعلى الجنين فعادة أن الستات هذول لما يجون للعيادة بنتأكد من هاي الأمور إنه دمها قوي ما عندهاش التهابات ما عندهاش زلال في البول ما عندهاش ارتفاع في ضغط الدم ما فيش أمراض وراثية مثلا ظاهرة ساعتها آه وكمان بنتأكد إنه تكون دورتها منتظمة لأنه انتظام الدورة شرط رئيسي لحصول الإنجاب نعم و كله هذا بتزبط دكتور قبل كل هذا الحمل. بتزبط يعني حتى اللي عندهم هاي المشاكل بنظبطها في الفتره اللي بنسميها يعني ما قبل الحمل ده. وطبعا بنعطيهم برضه ماده الفوليك اسيد قبل ثلاث اربع شهور من الحمل لأنها برضه بتساعد على انجاب جنين خالي من التشوهات بامر الله طبعا م -م. الله طيب صار الحمل دكتور أوكي. مرات بيكون في تهيئه من قبل ومرات بيكون فجاه من غير م -م. ما يكون في تهيئه ويمكن هذا الاغلب نعم إيه شو لازم المراه تعمل؟ هلا بكلتا الحالتين مجرد ما الست عرفت حالها حامل يجب ان تراجع الطبيب مباشره؟ مباشره نعم بالعياده بتشرفنا الست الحامل بنفحصها على الألتراساوند اوكي بنتاكد من وجود كيس الحمل في بدايه الحمل طبعا وانه كيس الحمل حجمه مناسب لعمر لعمر الدوره او متى اجتها اخر الدوره اوكي ونعملها الاجراءات الروتينيه اللي هي قياس ضغط ووزن والى اخره وفحص هيموغلوبين الدم وبنعمل برضه فحص بول روتيني نتاكد ما عندهاش التهابات او شيء وبنكتب لها الفوليك اسيد ونصائح خفيفه عن الغذاء والاكل كيف يكون في بدايه الحمل وبعدين بنعطيها موعد اخر للمتابعه طبعا كل واحد حسب قد فتره الحمل تبعتها بس عمليا كل قد المراه لازم تتابع دكتورها كل شهر لازم يكون في زياره للدكتور ولا ربما احيانا بصير اكثر من زياره اوكي هلا في بدايه الحمل عاده احنا إيه بنشوف كيس الحمل مكانه طبيعي وجيد بعدين بنعطيها موعد إيه اقل من شهر لنشاهد نبض الجنين نعم مه. هلا بعد ما نتاكد من الزياره الثانيه انه نبض الجنين جيد وامورها كويسه وصحتها مليحه ما في عندها اي مشاكل ولا اي كومبليكيشنز مثلا ساعتها بنصير نشوفها كل شهر طبعاً الان هذا الموعد الشهري لا يعني انه اذا صابها اي عرض في خلال هذا الغيبي انها تتاخر يعني لنفرض بهالغيبي هذه فلوزت او صابها ال... لازم تروح الدكتور ساعتها لازم تراجع الطبيب وما تاخذ اي دواء من جارتها بتستعمله أو, او الى اخره كل الامور طبعا فاحنا بنسمع كمان انه دائما الست الحامل حتى حبه البنادول ما لازم تاخذها يعني هل مثلا لو الست الحامل عندها بعض الامراض المزمنه قبل الحمل زي مثلا الغده الدرقيه او بعض الامراض اللي اللي يجب انه هي تاخذ فيها بعض الحبوب هل هذا بيمنعها من من الحمل او بخليها خلال الحمل ما تاخذ هذه الحبوب ولا كيف بيصير التعامل مع بعض هذه الامراض المزمنه قطعا لا الست الحامل في ادويه مسموح لها تاخذها نعم بامان زي ما تفضلت البنادول مسموح نعم الست الحامل اللي قبل الحمل في عندها غده درقيه وبتاخذ لها علاج وحملت يجب ان تكمل الدواء طبعا. لانه اذا ما كملت الدواء راح يصير عندها مضاعفات عليها وعلى الجنين مه. نفس الشيء بس ما, ما, بيأثر بيأثر. ما بياثر على الجنين ما بياثر على الجنين نفس الشيء الست الحامل اللي معها سكري وبتاخذ علاج وحملت بدها تاخذ بدها تكمل علاجها هلا مثلا انسولين بنعطيها اياه تاخذ متفورمين بنعطيها اياه بنكمله الان الست الحامل قبل الحمل معها ضغط وحملت اوكي بنتابع ضغطها بس بعلاج يختلف عن اللي كانت تاخده اللي قبل كانت في دواء واحد مسموح للحامل تاخذه بنعطيها اياه ونظل نتابعها هذول الستات اللي معهم ضغط اللي معهم سكر اللي معهم الغده قد تكون متابعاتهم أكتر. اقل يعني من شهر يعني انه في خلال ثلاثة اسابيع تراجع اما الست اللي امورها ستيبل وما عندها مشكله وبتاخذ ادويتها بانتظام ترجع كل شهر <applause> طيب دكتور ايش الاخطاء الشائعه عند الحمل يعني بيصيروا بيعرفوا مثلا انه هاي المراه حامل بصير كل واحد يفتي وينصح من عنده نصائح وقد تكون هاي يعني تؤذيها وتؤذي جنينها طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي بنشوفها بالعياده احنا عندنا يعني الست الحامل بتبقى تحكي لها امها او حماتها او جارتها اللي هو انت لازم تاكلي عن اثنين لا بصير آه انت حامل هاي معروفه آه. هل تأكل عن اثنين بصير وزنها 20 بزيد وزنها 20 كيلو في الحمل مم. هذا بي 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 بيسبب خطأ. لها مضاعفات قد ممكن يجيب لها سكر طبعًا. ممكن يجيب لها تسمم حمل او بري اكلامبسيا اللي هي ما قبل التسمم هاي مشكله هاي احد الاخطاء الخطا الثاني انه مثلا الجنين في البطن المفروض يتحرك افري اوف اند ذن يعني نعم. كل شوي وتيجي مثلا بتقعد يومين ثلاثة ما يتحركش الجنين، كنت بتقول لها الحجة أو اللي هو معلش هو البيبي خانس، شو يعني؟ بخنس البيبي هذا خطأ شائع وبالذات في الأشهر الأخيرة ممنوع البيبي ما يتحركش طبعا ممنوع إذا ما تحرك لازم إذا ما تحرك لازم فورا, فوراً تراجع الطبيب طبعا هذا خطأ شائع. آه كمان بالنسبة لل بالنسبة للاكل يعني انا دائما بحس انه الست الحامل بصيروا يقولوا لها تاكل اشياء فيها فيها دهون اكثر، دسمه اكثر، وزي ما حضرتك تفضلت هذا ممكن يؤدي لزياده الوزن نعم وبالمقابل ممكن يؤدي انه لكل المشاكل بالضبط نعم زياده الوزن قد تؤثر على الجنين بيطلع معاه لا سمح الله سكر، رقم اثنين بتاثر عليها هي نفسها ممكن يجيها ضغط اثناء الحمل، بيجيها برضه سكر اثناء الحمل أه فهون بدنا نحكي لكل لك اللي عم بتابعونا انه النصائح اللي حضرتك بتقولها للست الحامل من نعم. من قبل ما تنوي تكون حامل واول ما تصير حامل للنهايه ايش النصائح بشكل عام دكتور نعم انه يعني بدهم يتدخلوا فيها في الست الحامل يتدخلوا بالمنطق يعني يكون اكلها صحي رياضتها صحيه يعني تمشي هيك مشي خفيف ما في مشكله <سؤال> صبغه الشعر دكتور مثلا من الاشياء اللي في ناس بيقولوا اه اه انا هاي والله بدي احكي فيها كنت يفضل ان يفضل تمتنع, آه تمتنع عنها السنة اه والله تمتنع يا, يا يفضل آه. وبالذات بالثلاث اشهر الاولى والثلاث اشهر الاخرانيات اللي بنسميهم احنا آه. فيرست اند لاست تريمستر لانه مرت علينا حالات بالاشهر الاخيره ست صبغه شعرها او ست دهنوا البيت وهي موجوده فيه أوه. ومات الجنين في بطنها من ريحة الأمونيا من الرائحة, من, الـ 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 من الرائحة النفاذة مم. التي استنشقتها دخلية. لأن الجنين يستنشقها نحنق. نعم فانخلق مات الجنين مم. يا حرام يا فيمنع على الست الحامل بالأشهر الثلاثة الأولى والأخيرة أن تتعرض لأي مادة لها رائحة نفاذة حتى الكلور اللي في البيت الهايبيكس طبعاً. ما أعرفش إيه كل المنظفات مم. هذه مم. بدها تدير بالها تمام اوكي طيب الدكتور اخر آه ثلاث اشهر المرأة مرات بصير في عندها بتتنفخ رجليها بتنفخ وبتصير حاسة حالة تقيلة ايش الأشياء لازم تعملهم لحتى تقلل من من التنفيخ وتقلل من التعب اللي ممكن يصيب بعض السيدات؟ اوكي، هلا بالتأكيد احنا الست الحامل هاي بنكون وزنناها طول الأشهر نعم فلازم ما يكونش زاد وزنها في خلال فترة الحمل كاملة من 10 ل 14 كيلو تمام طبعا هذا بنحكي هذا الرقم للستات اللي وزنهم كان مثالي في بدايه الحمل نعم لكن ست بلشت الحمل على 80 كيلو أه. هاي ما بنسمح لها تزيد اكثر من 7 8 كيلو باي حاله طبعا طبعا لانه اختلف الم... المقياس المعيار يا yeah. هلا هذه الست اللي تفضلت عنها منفخه و الى اخره اذا ضغطها كويس نعملها فحص بول ممكن نلاقي في عندها شويه زلال ساعتها بنراقبها بنخفف عنها الموالح اوكي وبنرجع نراقبها every off and then اوكي okay. <applause> <applause> كمان في نقطه حبيت يعني احكي فيها بالنسبه للاخطاء الشائعه اللي هي عن القطط في البيت والأ... وال... والحيوانات الاليفه بشكل عام والحيوانات نعم. الاليفه نعم. هلا في حالات بصير اسقاطات عند الستات الحوامل نعم إحدى أسبابها جرثومة القطط. أيوة. أوكي. هلا عادة جرثومة القطط لا تأتي من ملامسة القطة وإنما من؟ تأتي من أكل ملوث اوكي اوكي إيه بال... يعني القطه بتكون عاثت فيه بلسانها مثلا بلعابها ف... لا البراز تبع القطه آه البراز أوكي. تبع القطه اذا اجى على تراب و... بطريقة او باخرى انتقل الى السيد الحامل yeah. يعني اذا وجود المرض بنسميه توكسوبلازموزيس نعم أوكي. يعني وجود الحيوانات الاليفه في البيت ما رح يضر الست ما رح الحامل ما راح يضر الست الحامل بس شرط ان لا تمس التراب اللي فيه التراب اللي فيه يعني القطه محطوطه بصندوق نعم اوكي وفي تراب ومش عارف نعم. عشان القطه نظيف. تقضي حاجتها فيه الست الحامل يجب ان لا ان لا تمس هذا الصندوق آه ها. تمام تمام واحد ثاني نظفه هي بتقدر اه اما هي بتقدر تلعب القطه وتحممها ومش عارفه وتتسلمها ما في مشكله آه. آه. هاي يعني هاي معلومه لازم يعرفوها الستات اه يعني بنشكرك دكتور اول شيء لوجودك لو معنا العفو انا كتير آه وبنشكرك على المعلومات كمان القيمة ان شاء الله الستات اسمه. الحوامل او اللي بنوا انهم يا. ينجبوا او يحملوا يكونوا استفادوا من هاي إن النقاط الله. ان شاء الله شكرا جزيلا يعني. اهلا أهل وسهلا اذا بايوسكان مركز الاشعه والتصوير الطبي